بالأمس جامعة المنصورة كرمت الطفل عمر زكي علي والي، وعنده 7 سنين، وهنعرف قصته حالا دلوقتي. عمر من قرية منية سندوب في المنصورة، وهو في الصف الثاني الابتدائي، وحصل على المركز الأول في مسابقة الحساب الذهني. الفكرة بقى أن المسابقة دي مسابقة دولية، وهي معمولة بتتعمل كل سنة، فهي هو حصل على المركز الأول على مستوى العالم ل 2022. قيمة هذه المسابقة في تايوان، وشارك فيها عمر عن طريق الأونلاين. طيب، في تفاصيل طبعا كتير عايزين نعرفها أكتر، خصوصا لما نعرف أنه دكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة منح هذا الطفل اللي الكتير بيلقبوه بأنه طفل معجزة درع الجامعة، بالإضافة إلى شهادة تقدير لتميزه وفوزه المشرف. هنتكلم كثيرا طبعا عن هذه الجائزة، وهاتفيا ينضم إلينا الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير دكتورة منى، ازاي حضرتك؟ اهلا يا فندم بحضرتك. تمام مشاهدين، اهلا محترم حضرتك. ممكن في البداية اول حاجة تيجي على بال اللي يسمع الخبر يقول اشمعنى جامعة المنصورة اللي بتكرم عمر؟ لان عمر ابن الدقهلية، وجامعة المنصورة جزء من كيان المجتمع الدقهلية، وبالتالي جامعة المنصورة لها استراتيجية ولها هدف لتبني الأطفال النبغاء والمتميزين علميا وثقافيا ورياضيا، وده التوجه إن شاء الله هتتخذه الجامعة في الفترة القادمة، لأن الطالب في السن ده أن يكون جاب الأول على مستوى العالم في مسابقة دولية على مستوى 325 متسابق من عدة دول، أعتقد ده يحتاج أن الجامعة تنظر له من البداية وتنمي قدراته، خاصة ان احنا عندنا امكانات زي القرية الاولمبية منحته يعني عضوية مدى الحياة لتنمية قدراته الرياضية، وكذلك الامر عندنا في كلية الهندسة بينظموا في الصيف وفي الاجازة نصف العام دورات في الذكاء الاصطناعي منحته حق الالتحاق بها، كذلك الامر عندنا جامعة الطفل ممولة، ده برنامج ممول من الاكاديمية البحث العلمي، المفترض حد ادنى للدخول فيه 9 سنوات، طلبت ان احنا نستثنيه من السن، انما ان شاء الله ناخد اجراء ويكون الرد الاسبوع ده. يعني الطفل اللي زي ده لابد ان يتم الاهتمام. انا لما قابلت الطفل بالامس الحقيقه يعني حاجه بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيه، حاجه مشرفه فعلا. يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظه لباباه ومامته يعني. يا رب. طيب دكتور، الجامعة يعني مع كل اللي حضرتك ذكرته دلوقتي ده، ممكن ازاي في المستقبل كمان تساعد عمر؟ وانا هنا بتكلم بشكل علمي او بشكل بحثي ربما، لانه دي في النهاية برضو غير انها موهبة، سبحان الله موهبة فريدة طبعا، هي كمان سكيل او مهارة. تنمية المهارة عند عمر ممكن جامعة المنصورة تتبناها ازاي في المستقبل؟ هو طبعا جامعة المنصورة دائما الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية بتدي لهم مزايا كويسة جدا، منها أن يتم إعفائهم من أي لو برامج هيدخلوها الجامعة بتتحمل بتتكفل بهذه المصروفات الخاصة بالبرامج، لو في سفريات خاصة بدورات تدريبية بيكون لهم الأولوية، يعني الجامعة بتتبنى الموهوبين والمتميزين علميا بعد انتهاء من مرحلة الثانوية العامة عند دخول الجامعة. وأنا وعدته بكده، لو إن شاء الله رئيس الجامعة اللي يكون موجود أيامها، أعتقد دي مسألة لا تتجاوز جامعة المنصورة دائما وأبدا في السنوات الماضية بتتكفل بكل الطلاب المتميزين علميا وتمنحهم منحة دراسية كاملة يعني.